ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا باشا. في حاجة تانية؟ والحقيقة يعني في خير، يعني موضوع كده خاص سري. سري؟ سري ازاي يعني؟ حاجة كده يعني بيني وبينكم يعني. الله ما تتكلم على طول يا عم عادل. يا الله، احنا خلاص ما بقاش في بينا الكلام ده. اللي أنا عايزكم تعرفوه كويس إن أنا مش ضعيف ولا خرع زي عزام وعنتر الله يرحمه. ونصيحة مني ليكم يعني إن أنتوا تتعاونوا معايا زي الباشا مال، ده هيبقى لمصلحتكم ولمصلحتي أنا كمان. معلش يا عبد بيه، ممكن توضح أكتر؟ بتهيألي أنتوا ما تعرفوش إن عزام وعنتر كانوا بيدفعوا لي نسبة من جملة أرباحهم. إشمعنى يعني؟ يعني نظير إن أنا المحامي بتاعهم، بشرف على أعمالهم وبصوم مصالحهم. ماشي، مفيش مشاكل عدل بيه، تحت أمرك. أنا كنت واثق إن احنا هنتفق وعمرنا ما نختلف. طب والنسبة دي يعني تطلع كام كده؟ 33% من جملة أرباحكم. كم يا أخويا؟ مش كتير شوية يا عدل بيه؟ بالعكس، ده نظير الخدمات اللي ممكن أوفرها لكم، والكلام الكويس اللي ممكن أوصله للباشا يبقى أكتر من كده بكتير. على فكرة أنا عمري ما كنت طماع، بالعكس أنا بحب الشباب اللي زيكم، بحب أشجعهم. عشان كده أنا عامل لكم خصم هخليها 25%. قلتوا إيه؟ ماشي، مفيش قول بعد قولك يا عدلي بيه. كده يبقى احنا متفقين وكل شيء واضح بينا زي الشمس في عز الظهر يا باشا. تعجبني. شوف يا ميسا، انا وانت كنا ضحايا العدلي. انا اتسجنت 7 سنين وانت اتسجنت معاه 7 سنين كاملين، من احلى ايام عمرنا. اظن جه الوقت اللي لازم ناخد بحقنا منه. انت ناوي على ايه يا صلاح؟ ناوي اشربه من نفس الكاس اللي شربنا منها زمان. المرار اللي عشته 7 سنين في السجن والمرار اللي انت عشتيه معاه 7 سنين لازم يدفع ثمنه غالي وغالي قوي. بس عدلي مش سهل زي ما انت فاكر. ده لو شك ان في حاجه بينا مش هيرحمنا، ولا انا ولا انت. يا ميسه، احلى سنين عمرنا ضاعوا بسبب عدلي، وده حرام. وحرام كمان سنين عمرنا اللي جايه تضيع بسبب عدلي. انا لازم امشي، عدلي زمانه رجع بيتي يا صلاح. ميسه، فكري في اللي قلتهولك كويس، وانا هبقى اكلمك. فتحي
يا فتحي انت هدف؟ ايوه سعادتك باشا. ساعة على طول كنت فين؟ كنت بجهز الغدا سعادتك. جهز الصبح واطلع عند المدام مايسة. المدام مش موجودة يا باشا. يعني ايه مش موجودة؟ خرجت سعادتك. ايش راح فين؟ لا سعادتك ما قالتش. كنت فين يا هانم؟ خرجت شوية. ما أنا عارف إنك خرجت. خرجت رحت فين؟ أبداً، كنت عند ماما. إشمعنى؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عدلي إن ماما كانت تعبانة ولازم كنت أعدي عليها في البيت، ولا هو بقى حرام إن أنا أزور ماما؟ لا لا حرام ولا حاجة، بس المفروض قبل ما تخرجي تستأذني مني. ما هو حضرتك ما كنتش موجود علشان خاطر استأذن منك، ولا المفروض عليا كنت اقعد استناك والبس واجهز واستنى حضرتك لحد ما اتشرف عشان اخد منك الاذن الكريم. ايه اللهجه اللي بتتكلميني بيها دي يا مايسة؟ انا اسفه يا عدلي. مايسة 100 مره قلت لك قبل كده لما اكون بكلمك ما تدريش ضهرك وتمشي قبل ما اخلص كلامي، مفهوم؟ حاضر يا عدلي، اتفضل خلص كلامك. لا مش هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ لا انا ماليش نفس، كل انت عن اذنك. شدوا حيلكم يا رجاله، خلونا نروح بقى من الغرفة داهية. ايه الاخبار يا بركة؟ فل الفل. محاربي فين؟ راح مشوار، حصلنا على المعلمة انشراح. مشوار ايه ده؟ اهو مشوار كده بيربط الحبال السايبة. يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى، الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. انت جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامه ورميت جدتك في النيل. بس بصراحه ما قمتش عليا. اي مكان برضه احنا بينا عيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها يا عم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري، بلد اسمها العثمانيه. امسك ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول الطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه خلص، فهمني يا عنتر؟
انت اللي فاهم يا باشا. الخبير اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت ما تعرفش الناس دول يا حربي؟ ما تعرفهمش؟ دول مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا. الدنيا قربت ليل ولسه اتطلع عليا وعليك. ايوه ايوه عدلي بيه. انا مفيد. انا مفيد في ايه تاني؟ الحكاية عكت على الاخر، وانا بصراحة ماليش غيرك. البركة فيك يا عدلي بيه. يعني ايه البركة فيا؟ انا كنت خلفتك ونسيتك؟ يا عدلي بيه، ده انا من رجالتك ومحسوب عليك، وياما وقفت جنبك وساعدتك. المفروض انك تقف جنبي وتساعدني في الوحلة السودة اللي انا فيها دي. انا نص ساعة وهكون عندك في الفيلا. اوعى تيجي الفيلا، من مصلحتي ومصلحتك ان ما نتقابلش تاني بعد كده خالص، مفهوم؟ يا عدلي بيه، انا مفيش قدامي غيرك عشان الجأ له، ولا هضطر الجأ للبوليس علشان يحميني، وساعتها هقول على كل حاجة. انت اتجننت يا مفيد؟ بوليس؟ ما هو يا اما تقف جنبي وتساعدني، يا اما يبقى عليا وعلى ادائي. انا نص ساعة وهكون عندك في الفيلا، ويا كده يا كده. هو انت كمان يا عادل هتخلي النوم بمواعيد؟ ميسا بقولك اطلعي نامي.